مرحبا مشاهدينا وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية من هنا من محافظة قلقيلية، نخصصها للحديث عن استثمارات الفلسطينيين في زراعة الأفوكادو. قبل ذلك نذهب إلى موجز لأهم الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية. السلام عليكم. شهدت أسعار والعديد من السلع انخفاضا في قطاع غزة تأثرا باتفاق المصالحة. وفي تقرير أعدته وكالة رويترز قالت إن السبب الرئيسي للانخفاض يعود إلى تسليم حركة حماس للمعابر وإلغاء رسوم إضافية كانت تصل نسبتها إلى 25%. وأوضحت أن من بين السلع التي شهدت انخفاضا سريعا السيارات واللحوم. افتتح محافظ سلطة الناقب عزام الشوى في العاصمة التشيلية سانتياغو مكتبا لبنك فلسطين وسط احتفال رسمي حضره العديد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين. وقال الشوى إن بنك فلسطين نجح في التطور في ظل ظروف صعبة للغاية، مؤكدا أنه يحقق يوميا إنجازات ملموسة وله حضور قوي في العمل المصرفي في فلسطين. توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن صرف شريحة تبلغ قيمتها ملياري دولار من برنامج قرض موقع بين الطرفين. يذكر أن صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار 3 سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي. بهذا نصل مشاهدينا لنهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المجلة الاقتصادية التي نخصصها للحديث عن استثمارات الفلسطينيين في زراعة الأفوكادو، يسعدنا أن نستضيف المهندس أيمن العالم رئيس قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة قلقيلية. مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. كما نستضيف أيضا المزارع والمستثمر السيد إسلام جعيدي في هذه الحلقة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله. نبدأ معك المهندس أيمن لنتحدث عن أهم المعلومات التي يمكن أن نخبر بها المشاهدين عن زراعة الأفوكادو هنا في محافظة قلقيلية التي تشتهر بزراعة الأفوكادو وأيضا الجوافة. أهلا وسهلا فيكم. طبعا إحنا محافظة قلقيلية من المحافظات تقريبا الوحيدة اللي بتزرع الأشجار الاستوائية بشكل عام، هي محافظة طول كرم. طبعا لسببين أساسيات، إحنا في عنا الظروف الجوية المناسبة لهاي المحاصيل، لأنه هاي المحاصيل الاستوائية وشبه الاستوائية هي بحاجة إلى ظروف جوية خاصة فيها، خاصة اللي هي درجات الحرارة خلال فترة الصيف وتوفر الرطوبة، إضافة إلى ذلك وأهم شيء اللي هو توفر المياه لهاي المحاصيل. والأهم من هيك كمان إن هاي المحاصيل ما بتتحمل البرودة ودرجات الحرارة المنخفضة، لأن درجات الحرارة المنخفضة بتأثر كثير على هاي المحاصيل وممكن إنها تؤدي إلى موت هاي الأشتال إذا تم زراعتها. فبالتالي لما نيجي نطلع على هاي الظروف بنلاقي إنها تتوفر بشكل أساسي في محافظة قلقيلية غيرها عن باقي المحافظات. وطول كرم فبالتالي أيضا. وطول كرم. فبالتالي ازدهرت هاي الزراعات من سنة لسنة، بلشت هاي الزراعات تزيد، خاصة انه صار في لها عائد اقتصادي ممتاز على المزارعين. لانه انت بتحكي يعني محافظة قلقيلية تقريبا هسا احنا في عنا حوالي 2400 دونم 2500 دونم افوكادو، في عنا 3200 دونم جوافة. لما تيجي تحكي عن الافوكادو بشكل خاص، انه احنا عنا هاي المحصول لما يوصل لمرحلة الانتاج الاقتصادي يعني تقريبا الدنم ما يعادل بساوي من 4 إلى 5 طن افوكادو. فبالتالي مش تحسبها اقتصاديا، فهتلاقي انه فيها بالفعل عائد ممتاز للمزارع. فبالتالي بلش اتجاه المزارعين الى زراعة هاي الاصناف والزيادة من زراعتها، لانه تقريبا يعني شبه، يعني ابناش نقول شبه، لانه صار فيها استثمار للمزارع في هاي المحاصيل. هل هذا الاستثمار كافي حتى هذه اللحظة؟ يعني احنا بنحكي لسد حاجة السوق. لا طبعا، يعني احنا بتحكي عن مساحات، يعني لحد الان احنا المساحات اللي انزرعت مساحات قليلة، فبالتالي يعني السوق وهناك طلب متزايد، طلب متزايد عليه. اضف لذلك انه احنا في عنا اسواق خارجية كمان انفتحت لهاي المحاصيل، خاصة السوق الاردني. سوف نتحدث عن التصدير، لكن يعني فبالتالي داخليا، لا داخليا السوق المحلي لحد الان يعني ما، يعني المنتج اللي عندنا ما بيغطي السوق المحلي
لوحده، فبالتالي لسه في مجال قدامنا وعندنا، وهذا من سياسات وزارة الزراعة متجهين إلى إن نزيد من المساحات ونشجع المزارعين على زيادة من مساحات الزراعة من هاي الأصناف. وهل هناك مساحات زراعية كافية لزراعة يعني كميات؟ إحنا لما نحكي أكبر عن من الأفوكادو قلقيلي وطول كرم، يعني المحافظتين تقريبا في مساحات لسه في مجال إن نزرع فيهن، في قلقيلي في طلب، يعني أنت اللي بخليك تشعر إنه بالفعل هذه المحاصيل مزارعين بيستفيدوا من وراها، لأنه في طلب، نفس المزارع في طلب على زراعة هاي المحاصيل وإلحاح إنه بدنا نزيدها. أكيد هي من ناحية الجدوى الاقتصادية هي مجدية، لأنه أنت بتحكي على العمر الاقتصادي لهاي الشجرة أو لهاي المحصول، إنه بعد تقريبا 5 سنين أو 6 سنين ببلش دنم الأفوكادو يعمل من 3 طن وفوق وسند، فبالتالي أنت لما تحكي الكيلو بتنباع من المزرعة بين 5 و6 شيكل، فبالتالي في عائد اقتصادي مهم وممتاز منها، خاصة أنها شجرة ما بتحتاج إلى عناية كبيرة، يعني ما في آفات بتيجي عليها على أساس أنه بتحتاج من المزارع مكافحة، بس هي اللهم يعني بدها ري وتسميد. نعم سيد إسلام، تحول الكثير من المزارعين هنا في محافظة قلقيلية من زراعة الجوافة إلى زراعة الأفوكادو، بالتأكيد هناك تركيز على الجدوى الاقتصادية، لكن أيضا هذه شجرة يعني تثمر وتنتج أكثر من الجوافة. هي إنتاجها أكثر من الجوافة، وبالنسبة لتحويل يعني زي ما تفضل المهندس أيمن إنه بتكلفش زي شجرة الجوافة، يعني هي ما بتكلف زي شجرة الجوافة إنه رش وبدها سماد ويعني ما بدها عناية نفس شجرة الجوافة. وناتجها طبعا من لما تصير بعد 4-5 سنين تقريبا بدك تقول من 100 ل 150 كيلو، وكل ما كبرت الشجرة أزيد بصير طبعا إنتاجها أكثر. يعني الجوافة بعد 5 سنوات كم كيلو؟ الجوافة بعد الجوافة إنها شجرة بتكيم، هي الجوافة بس مش مثل ما تقول يعني شجرتها محتومي، الأفوكادو بتستنى عليها وأنت ما بدك بتقطعها، يعني معك شهرين انك تقطعها. على هذا الاساس بتحكي ماكش في السعر، كلها بتطيح مع بعضها الجوافة، بتنزل كلها في السوق اللي هي في اطار شهر ونص فقط شهر ونص بتدب كلياتها على السوق مرة واحدة، فبنزل السعر تبعيها. يعني الجوافة وصلت في العام الماضي من 10 ل 15 شيكل الكرتوني، هسا الابوكادو وضعه بيختلف، بظن استنى انا تا يتصل التاجر بدي ابوكادو 5 شيكل 6 شيكل، وانت ما بدي انا بقطع له طنين. لا يوجد مرحلة نضوج. لا يوجد مرحلة نضوج، هي نضوجها من شهر 10، بتبلش من 1/10 لشهر 1، يعني لحد شهر 1 بنقدر نخليها. وإمكانية التخزين أيضا متوفرة؟ إمكانية التخزين متوفرة، بتقدر تخزنها، يعني عادي بدك تخزنها في ثلاجات عادي، إشي طبيعي، وبنودي منها على بنوزع على الضفة، منها بنوزع على الأردن، يعني أنا طلعت على الأردن كمية، وعلى الضفة هنا برضو سوق الضفة برضو شبعان يعني منيح الحمد لله. وزارة الزراعة كل سنة بوزعوا شتل وفي توسع. وبالنسبة للجوافة يعني إنه مثلا في صاروا يزيحوا، في شجرة الجوافة بصيبها أمراضها كثيرة، من هذا الأساس صاروا يحطوا الأفوكادو ما فيها مرض ولا إشي، ولا بترشها ولا إشي، بس مي. هي التركيز عندنا في منطقة قلقيلية على أساس إنها منطقة قلقيلية المي، يعني إحنا في إطار بدك تقول. وهي متوفرة؟ متوفرة المياه متوفرة جدا. في بدك تقول من شهر 8، يعني من حد ما بدنا نبلش نسقي في الأفوكادو يوم نعطيه مياه عادي، المياه عندنا أسعارها منيحة والحمد لله، يعني تمام. منطقة قلقيلية وزي ما تفضل المهندس منطقة طول شرم هي الرتش على في الأفوكادو على المياه أكثر إشي، يعني وبتوفر اللي هو الرش، ما فيها رش، وبالنسبة للسماد ما فيها سماد، يعني إشي خفيف بنحط لها بداش إشي، ما فيها تقليب بنكلمهاش. يعني مثل هذه الشجرة كم عمرها وكم؟ هذه زراعة 2005 الشجرة، هذه من زراعة 2005، يعني بتقول عمرها 12 سنة، بتقيم ما يقارب 200 كيلو، بتقيم ما يقارب 200 من 150 ل 200 كيلو، عمرها 10 سنوات أكثر، يعني كل ما كبرت الشجرة كل ما كانت أكثر. يعني كم العمر المقدر لهذه الشجرة؟ حاليا هذا 10 سنين، عمرها 10 سنوات. والمتوقع الإنتاج لكم سنة؟ الإنتاج لما بدها تنتج الشجرة بتنتج من السنة الثالثة،
بس بعد السنة الثالثة بتصير تجارية. هسه هي بتكون مثل ما تقول 10 كيلو السنة الثانية، السنة الثالثة 10-15 كيلو. لما تكبر بتصير زيد تكيم أزيد كميات أزيد، يعني بعد الأربع سنوات خمس سنوات زي ما تفضل المهندس إنه بعد أربع خمس سنوات بتصير تجارية، اللي هو بتصير تكيم 70-80-90 كل سنة تزيد 10-15-20 كيلو. طبعا هذا حسب الخدمة وحسب السكية المزارع في الأرض. بالتأكيد. يعني مهندس مهندس أيمن، هل تقوم مديرية الزراعة في محافظة قلقيلية وأيضا يعني بالرجوع إلى وزارة الزراعة في البحث عن أصناف جديدة من الأفوكادو؟ بالتأكيد هناك أصناف كثيرة حول العالم، هل تقومون بالبحث وأيضا يعني إيصال هذه الأشتال للمزارعين؟ طبعا إحنا من خلال مثل ما حكيت خطة وزارة الزراعة إنه في عنا اتجاه للتوسع بمساحات الأفوكادو وزراعة الأفوكادو، خاصة إحنا في عنا أكثر من صنف من الأفوكادو موجود. إحنا بمحافظة قلقيلية تقريبا في عنا ثلاث أصناف اللي بتنزرع، لو عنا الأتنجر والهاس، وفي عنا صنف جديد من سنتين ثلاث دخل اسمه البنكرتون. هسا هاي المحاصيل الثلاثة هي فترة الإنتاج فيها بتبدأ من شهر 10، يعني ممكن نظلها لشهر 1. هسا باقي السنة ما في عنا أصناف بتنتج او خلال هاي الفتره. هسه الاتجاه في طلب في السوق، في طلب بيكون طول حتى السنة. في اصناف ممكن انه في عنا اصناف تنتج بشهر 4، في عنا اصناف لشهر 6، في عنا اشراب بشهر 8. فبالتالي احنا من خلال السنه هاي ان شاء الله رب العالمين في اتجاه عنا بالوزاره على اساس ندخل هاي الاصناف، على اساس انه يكون عنا انتاج الافوكادو طوال السنه متوافر. هل هي مجربه؟ متوافر، هي مجربه وموجوده بالاسواق ومزروعه عند بعض مزارعين، لكن منبلش نزيد من زراعتها خلال السنة هاي والسنة الجاية إن شاء الله. مثل يعني في عنا صنف اسمه القليل، هذا الصنف ممكن تقطفه بشهر 8، من أول 8 منبلش نقطف فيه. في عنا أصناف ثانية، في عنا صنف مثلا إحنا بنسميه الأراضي بشهر 4 نقطفه. فبالتالي أنت لما تصير عندك في أصناف تقطف بشهر 4 و5، وأصناف تقطف بشهر 8، وأصناف شهر 10 و11 و1، بالتالي أنت بتغطي هاي السنة كاملة بالأفوكادو موجود عندك. شغلة ثانية إنه في إنه زي ما حكى أخوي المزارع إنه الأفوكادو فيها ميزة تختلف عن الجوافة. أنت الجوافة فترة النضج فيها بتبدأ من شهر 8-9-10، هاي ثلاث أشهر فترة نضج الجوافة. هسا أنت بهاي الفترة ما في مجال تقول ما بدي أقطف، خلص انتهى الجوافة، استوت نضجت، لازم المزارع ينزل يقطفها. بالتالي يوم بعد يوم في قطف جوافة. هذه الميزة مش موجودة في الأفوكادو، فيها ميزة أفضل للأفوكادو، إني أنا بقدر أخلي الثمر على أمه وأخر القطف بدل اليوم يومين وبدل أسبوع أسبوعين ولغاية شهر، ممكن أخر الثمر على الشجر. فبالتالي هون بتدخل بالفعل إنه المزارع هو المتحكم بالكمية اللي بده ينزلها للسوق وبالسعر، حتى إنه أنا اليوم السعر مش عاجبني ما بدي ألقط، بخلي الثمر موجود لغاية ما يكون السعر اللي بيعجبني أنا كمزارع وبروح بلقط وبأبيع. لكن بالجوافة ما في مجال، بالجوافة بدك تلقط وتبيع كل طاولك وتلقها باقي اليوم، لأن الجوافة إذا استوت على إمها بتسقط على الأرض وبتخرب. فهذه هي الميزة، ولهذا السبب في عنا كثير من المزارعين هسا بلشوا ينتقلوا للاستثمار والزراعة بالأفوكادو. أيضا التحكم بالسعر يأتي أيضا بكميات الأفوكادو المطروحة في السوق المحلي وأيضا للتصدير، وذلك بحاجة إلى بيوت تعبئة وأماكن تخزين، هل هي متوفرة؟ يعني هل من خطط لإنشاء بيوت تعبئة؟ يعني هو شوف، يعني بالنسبة للأفوكادو، والأفوكادو بحاجة بالفعل، يعني ما حكينا هو من المحاصيل اللي بحاجة مش لتخزين، وممكن إن نحكي على إشي تخمير، على أساس إنه ممكن إنه المزارعين يأخذوا هالأفوكادو. يعني أنا ببيع كلت الأفوكادو 5 شيكل من المزرعة وهي مش مخمرة مش مستوية يعني، لكن إذا كان في مجال إني أنا يكون في عندي مخمر وحطها تتخمر، ممكن إنها توصل كلت الأفوكادو تنباع 8 شيكل لما تكون مستوية. فبالتالي ممكن نحكي هيك. حتى بيوت التخزين ممكن إنه أنا يكون في عندي، يعني إنه في اتجاه إن نعمل مخازن للمزارعين أو إشي على أساس نخزن هذا المحصول تبعهم، على أساس ينزلوه بفترة ما يكون في عندنا فيها إنتاج، وهنا بالفعل بيكون في عائد اقتصادي والاستثمار بيكون أفضل. إني أنا لما أروح أطرح المحصول تبعي يعني بشهر 10 و11 معروف الأفوكادو بتكون موجودة بشهر 12، لكن لو جينا بشهر 4 ما في أفوكادو. إذا أنا قدرت كمزارع أخزن
المنتج تبعي لغاية شهر 4 وأنزله بالسوق راح أخذ عائد اقتصادي أفضل. نعم سيد إسلام، التوجه نحو التصدير للمحافظة على الأسعار هل ساهم في يعني إعطاء سعر جيد للأفوكادو لكم كمزارعين؟ نعم التصدير أعطى سعر جيد، يعني أنه لما أنت تصدر من هان مثلا على الأردن بتضلها مثل ما تقول كمية، يعني الكمية مش كلها تنزل على السوق عندنا، على السوق على سوق الضفة بتنزلش كلها على سوق الضفة، فإحنا بنخفف. وسوق الضفة مع العلم يعني 100% الوضع يعني موجود، وين ما تروح موجود، يعني إحنا بعتنا على الخليل، ودينا على رام الله، ودينا على نابلس أفوكادو، بعنا يعني للضفة منيح، وطبعا الكمية في كمية زيادة بنبعثها على الأردن. كم السعر للمستهلك في السوق المحلي؟ يعني السعر إحنا بنبيعه يعني في نهاية في السعر النهائي للمستهلك. السعر النهائي يعني بتعرف قلت لك إحنا عند المزرعة بأخذوه تقريبا بخمسة الأتنجر، ممكن بالسعر بالسوق ممكن نوصل لغاية سبعة. ستة سبعة شيكل يعني. تقريبا. ستة سبعة شيكل بالسوق. ولا تصدير؟ لا للتصدير بيكون أغلى. وبأخذوه من المزارع بخمسة شيكل ونص التجار، لكن لما بده ينباع بالأردن أكيد راح يكون في عائد أفضل. وهون اللي بنحكي فيه دائما للمزارع إنه إذا في مجال إنه المزارع بالتصدير يكون بعملية البيع لحسابه مش لحساب التاجر، لكن هاي أحيانا لكن عملية التصدير بحاجة إلى مراكز تعبئة وتغليف بتكون صعبة على المزارع، فبالتالي العائد الاقتصادي تبعها حيكون مش للمزارع لحاله، حيكون برضو فيه للتاجر والمصدر. لكن هي إذا حسبتها من منظور استثماري ومن منظور اقتصادي بالفعل السعر في ظل التصدير حيكون أغلى من ما يكون في ظل إنه فيش تصدير. ليش؟ لأنه المزارع أحيانا، وهذه كنا يعني كثير نشوفها مش في الأفوكادو، بالجوافة، لأنه أنت في عندك فائض إنتاج مرات يعني فترات، فبالتالي إذا ما في تصدير المتحكم حيكون مين بالسعر؟ التاجر اللي بده يأخذ، لأنه سوق محلي بالتالي بده يجي يأخذ بالسعر اللي بده إياه. لكن لما يكون في تصدير لا بيكون في عندك لسه في يعني في تحسن بالسعر أفضل. وهذا نفس الشيء بالأفوكادو. الآن للأردن هل من أسواق أخرى؟ يعني إحنا خلال السنتين اللي مرين في عنا بعض التجار جربوا وصدروا لسوق الخليج، بس أنت بتعرف يعني بدك تيجي تحسبها من ناحية التكلفة، من ناحية التكلفة بالأفوكادو سهلة جدا، يعني ما حيكون في مخاطرة بالتصدير لأنه بتحمل فترة أطول لكن بالجوافة لا، يعني هو السوق الأردني أقصى ما قدروا مزارعنا ومصدرينا إنه وصلوا له، لكن بالأفوكادو لا في مجال وصلوا لسوق الخليج وصدروا له. التصدير لأوروبا أيضا مفتوح بس أنت بتعرف إنه يعني هون بده يصير في عندك التزامات ثانية، في عندك شهادات خاصة لازم المزارعين يأخذوها، وفي منافسات أكبر وأكبر. لكن بتحكي بما إنه عندنا لسه المنتج الإنتاج عندنا لحد الآن بالكميات هاي لسه يعني هو يا دوب يعني احنا السوق الاردني نقدر يعني بالكميات نصدرها، واحنا بالمجمل يعني يكون معروف انه احنا اللي بنصدره من انتاجنا لا يتعدى تقريبا 10%. طب هل من حملات توعيه وارشاد المزارعين الحاليين ومن يبحثون عن الاستثمار في زراعه الافوكادو؟ طبعا وزاره الزراعه مثل ما حكينا من ضمن خططها دائما وابدا هي بتركز على زراعه هاي الاصناف الجديده، ومن ضمن خططنا اليوميه وزياراتنا مع المزارعين، لانه هو في النهايه اللي بنفذ هاي الخطه من خلالي هو المزارع، فانا بدنا نقول له هاي التقنيات، ودائما وابدا في تواصل ما بيننا وبين المزارعين على اساس ان نزيد من هاي المساحات ونزرعها، لانه بالفعل في عليها طلب متزايد بالسوق المحلي وحتى بالسوق الخارجي. وهل هناك يعني هل من إمكانيات لدى الوزارة في تطبيق ذلك؟ نعم صحيح، احنا من خلال مشروع تخضير فلسطين سنويا في عنا توزيع أشتال مدعومة للمزارعين، وهذه الأشتال تقريبا احنا سنويا بنوزع من 10 ل 15 ألف شتلة أفوكادو. سيد إسلام هل استفدت من هذا المشروع؟ نعم 100%، هذا المشروع من الزراعة، هذا من مديرية الزراعة قبل حوالي 10 11 سنة. طبعا هذا شجر بعدها فترة يعني اللي هو العام في شجر زراعة زي هذه قبل تقريبا سنتين برضو من مديرية الزراعة، وفي جايين هسه مشروع من هنا إن شاء الله لأسبوعين زمان كمان مشروع تخضير فلسطين برضو من مديرية الزراعة. طبعا احنا هاي القطعة اللي احنا فيها طبعا هي إحدى المشاريع الزراعية اللي نفذتها وزارة الزراعة وقدمتها للمزارعين، كانت قبل تقريبا 10 سنوات، هي كانت تعتبر إحدى القطع النموذجية على أساس نوري المزارعين الأفوكادو، إنه هاي الأفوكادو موجود وطرق زراعته وتدريب المزارعين عليه،
وهي كانت إحدى القطع اللي أعطناها للمزارعين، وبعديها زادت المساحات بشكل كبير تقريبا. في المحيط أم في نحكي بالمحافظة، والمحافظة بشكل عام، بالمحافظة بشكل عام. أنت بتحكي عن المحافظة، المناطق اللي فيها مي، اللي هي المناطق المروية اللي بنحكي عنها إحنا، المنطقة دائما وأبدا اللي هي المنطقة الغربية من المحافظة، لأن المنطقة الشرقية ما بتوفر فيها الماء. وتوزيع أصناف جديدة عليهم في مرحلة قادمة. المرحلة القادمة إن شاء الله رب العالمين خلال السنة هاي اللي إحنا فيها إن شاء الله من خلال مشروع تخضير فلسطين، في عنا اللي هو البند اللي هو القطع النموذجية، حيكون إن شاء الله حنتجه لإدخال هاي الأصناف الجديدة للمزارعين أساس نورجيهم إياها وندربهم عليها، على أساس سنة بعد سنة إن شاء الله نكثر من هاي الأصناف، لأنه أنت بتعرف أنه يعني التنفيذ حيكون من قبل المزارع، والمزارع مش سهل جدا أنه يتقبل أي إشي جديد وبدون ما يشوفه، فبالتالي بتعمل أنت القطع هاي على أساس توري المزارعين أنه هاي الأصناف موجودة وإنتاجيتها ممتازة وناجحة عنا، فبالتالي بعدها سهل جدا المزارع يتقبل زراعة مثل هذه الأصناف. بركة جهودكم المهندس أيمن العالم رئيس قسم البستنة الشجرية في مديرية زراعة قلقيلية، شكرا لك. العفو وأهلا وسهلا فيكم. أيضا المستثمر والمزارع إسلام الجعيدي، شكرا لك. شكرا لكم. أهلا وسهلا فيكم. يا هلا. والآن نذهب إلى قصة نجاح اقتصادية فلسطينية جديدة من هنا من محافظة قلقيلية. أنا ناصر هلال، مدير عام شركة مطاحن بن الرشيد في قلقيلي. شركة مطاحن بن الرشيد عبارة عن تاريخ طويل من مراكمة الإنجازات. بدأت مسيرتنا في إنتاج القهوة عام 1970 من خلال محل صغير أسسه الوالد محمد رشيد هلال في مدينة قلقيلي، وكان عنده حب وعشق للقهوة ولإنتاج القهوة بطريقة مميزة. انطلق الوالد في المحل الأول إلنا بمحمص 5 كيلوغرام، وكان يشتغل فيه على الفحم بأسلوب يدوي، ومن هناك كانت مسيرة أبو رشيد. شركة مطاحن بن الرشيد بهيئتها الحالية تأسست عام 2008. من لحظة تأسيس الشركة في 2008 انطلقنا لآفاق جديدة ولتطوير أدائنا ومنتجاتنا. استخدمنا خطوط إنتاج من إيطاليا متكاملة على أساس أنها تمكننا من مواكبة أولاً الطلب على منتجات أبو رشيد، ومن ثم نتمكن من تصنيع مشتقات من القهوة أو أنواع جديدة من القهوة زي بلستينا إسبريسو اللي هي علامة تجارية تابعة لأبو رشيد، قهوة يافا الفلتر وهي كذلك من عائلة أبو رشيد، وقهوة الكرمل كمان من عائلة أبو رشيد. وحاولنا في كل هاي المنتجات إن نلبي الطلب المتزايد أولا على الشكل التقليدي للقهوة العربية اللي مع الهال اللي في البيت، ومن ثم السوق الفلسطيني عم بنفتح على أنماط استهلاكية وعلى أنواع قهوة جديدة، وفي المستورد وفي المنتج الإسرائيلي. إحنا حاولنا إن نسكر هاي الثغرة، والحمد لله نجحنا فيها بشكل مرضي لحد الآن. ومع ذلك عنا طموح لأجل لأن نطور أدائنا أكثر وأكثر. سياسة الفروع إلنا إحنا فرعين في مدينة قلقيلية غير الشركة والمصنع، إلنا فرعين أحدهم اللي الوالد ابتدأ مسيرتنا فيه، ومن ثم كمان قريبا افتتحنا قبل فترة قريبة افتتحنا فرعنا الثالث كأبو رشيد، وفرعنا الأول خارج مدينة قلقيلية وذلك في مدينة رام الله، مدينتي رام الله والبيت. كادر الشركة كموظفين في حدود 30 موظف الآن، ولكن إذا أضفنا إلهم الثانويين اللي كموزعين ثانويين بيشتغلوا مع تجار أو
أكبر من هيك بكثير، ولكن عدد العاملين في الشركة الرسمي في حدود 30 موظف الآن، ما بين عمال ومهندسين إنتاج وعمال طحن وتعبئة وترتيب، وكذلك قسم التسويق ومندوبين، وكذلك قسم إدارة الجودة والإدارة العامة للشركة. عملية ضبط الجودة في شركة مطاعم بن الرشيد عملية متكاملة، تبدأ من اختيار النوعيات الممتازة في بلاد المنشأ والحصول وضمان آليات استيراد تحافظ على جودة المنتج، ومن ثم استيعاب المنتج في الشركة في مخازن الشركة والمحافظة عليه. قريبا سنحوز مختبر كواليتي كنترول، مختبر تابع للشركة مجهز بأدوات على علاقة مباشرة بآليات ضبط الجودة وقياس عدة درجات من الحموضة ومن الطعم ومن نسبة الزيوت وكمية الرطوبة لضمان جودة أكبر لمنتجنا في السوق الفلسطيني. المستقبل لا شك أنه نسعى لفتح أسواق جديدة، في صعوبات وفي معيقات كبيرة جدا، أهمها الواقع السياسي والاقتصادي اللي بنعيشه كفلسطينيين تحت الاحتلال، ولكن هذا مش مبرر. الآن وطاقم الشركة وفي كل محفل يتاح لي الحديث أتكلم أنه آن الأوان أن يكون المنتج الفلسطيني منتج منافس بجودته، وليس فقط لأنه فلسطيني. أحييكم، أنا هارون عميري في الإعداد والتقديم، ونشكر مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في محافظة قلقيلية لترتيب هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج المجلة الاقتصادية.